بشائر مؤسسة تعنى بالطفولة والشباب، تأسست مدرسة قرآنية في شهر نوفمبر 2006، ورسمت مؤسسة في شهر أفريل عام 2014، معتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. رسالة المؤسسة: إعداد فرد مؤمن بربه، ملتزم بعباداته، محسن في خلقه، فعال في محيطه. أهداف المؤسسة: تحفيظ القرآن الكريم بإتقان الحفظ وأحكام التلاوة، غرس القيم الإسلامية، تنمية الشخصية المسلمة. أنشطة المؤسسة وفروعها: المدرسة القرآنية المسائية 3 أيام أسبوعياً من الساعة 6 مساء إلى 8:30 ليلا، بدار القرآن الكريم محمد البشير الإبراهيمي الدار البيضاء، ومركز حي بالرضوان برج الكيفان. مراكز التحفيظ: يقضي الطالب فيها 4 ساعات أسبوعيا، وتختص بتدريس السيرة النبوية بمنهاج تفاعلي ممتع، وهي مركزان: مركز براقي ومركز عين نعجة. تتوفر المؤسسة على روضة وتحضيرية تعتمد المنهاج الوزاري للتربية التحضيرية، تسعى في غرس القيم التربوية بأساليب تعليمية ممتعة. قسم بناء الوعي: فيه يتلقى الطالب نقاشات تكوينية منهجية تفاعلية في مجالات عدة، كاستيعاب مفهوم الرؤية الكونية القرآنية ومواضيع فقه الواقع على ضوء التحديات المعاصرة للشباب، إضافة إلى موضوع إدراك المجالات الأساسية لتنمية الشخصية. يستهدف هذا القسم الشباب والفتيات بعمر ما بين 15 إلى 20 سنة. تضم المؤسسة مجموعة نوادي تتمثل في كرة القدم، رياضة الجيدو، الدعم المدرسي، اللغة الإنجليزية، الإنشاد، دورة تعليم الصلاة، معراج المؤمن، دورات بالفقه الإباضي والفقه المالكي يؤطرها أساتذة مختصون أكفاء. برمجت مؤسسة بشائر أكثر من 12 دورة منذ صائفة 2009. المخيمات المغلقة: مخيمات تاج الكرامة خلال العطل الرسمية لحفظ القرآن الكريم، مخيمات تاج الكرامة الصيفية لتحفيظ القرآن وغرس القيم الإسلامية، تحوي أكثر من 180 طالباً و40 مؤطراً في 4 مراكز. استمتع فيها الطالب بترفيه ورحلات استكشافية. أمضت هذه المخيمات أكثر من 12 صائفة منذ عام 2007. تحتضن مؤسسة بشائر نشاطاً نسوياً خاصاً بالنساء، يتمثل في حلقات أسبوعية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه، حلقات إيمانية في التزكية والأسرة، حلقة كل 15 يوما. مؤسسة بشائر لبناء شخصية مسلمة متكاملة.